الأخطبوط مخلوق جميل وذكي، وبالتأكيد هناك الكثير من الأشياء المدهشة التي لا نعرفها عن هذا الكائن العجيب. قمنا في هذا المقطع بجمع مجموعة من الحقائق المذهلة عن هذا الكائن العبقري الذي يسكن أعماق البحار. يعتبر الأخطبوط أحد أغرب الكائنات على الأرض، فهو يمتلك 6 أذرع وقدمين وثلاثة قلوب، كما أن لديه حاستي نظر ولمس قويتان جداً. اسم الأخطبوط مشتق في الأصل من اللغة اليونانية ويعني ثماني الأقدام، ويوجد أكثر من 300 نوع من الأخاطب في العالم. إذا فقد الأخطبوط أحد أطرافه فسينمو له طرف بديل بشكل تدريجي. أنثى الأخطبوط تقوم بوضع 50,000 بيضة، ومن ثم تلتزم مخبأها لتحافظ على البيض ولا تخرج أبداً حتى يفقس البيض. وفي كثير من الأحيان قد تموت أنثى الأخطبوط قبل أن يفقس بيضها، فهي مستعدة للدفاع عنها حتى الموت، ولا يتجاوز حجم البيضة حجم حبة الأرز. ومن المثير للدهشة أن أنثى الأخطبوط غالباً ما تموت بعد فقس البيض بسبب الجوع، وذلك لأنها لا تأكل طوال فترة احتضانها للبيض الذي يستمر لمدة 3 أشهر، وتبدأ الصغار التي تكون صغيرة للغاية في الحصول على طعامها بنفسها بعد الفقس مباشرة. يستطيع الأخطبوط نف حبر أسود كسحابة في الماء ليمنع الحيوانات المفترسة من العثور عليه ومن ثم الهرب، وهذا الحبر عبارة عن مادة سامة حتى بالنسبة للأخطبوط نفسه. ويتكون هذا الحبر الأسود من مادة الميلانين التي يستخدمها البشر في صنع الشعر، كما أن هذه المادة تؤثر على حاسة الشم لدى أسماك القرش المفترسة. وهنالك حيل أخرى يستخدمها الأخطبوط أيضاً للهرب من حيوان مفترس، إذ قد يغامر بقطع أحد أذرعه والذي سرعان ما ينمو بعد ذلك. في الأعماق السحيقة حيث كل شيء مظلم يعيش بعض أنواع الأخطبوط، والتي تستخدم ضوءاً مكثفاً بدلاً من الحبر للتشويش على أعدائها. أقدم أنواع الأخاطب التي تم اكتشافها هو الأخطبوط الأحفوري، ويبلغ عمر هذا النوع 296 مليون عام. مصارعة الأخاطب كانت رياضة شعبية في الستينات، حيث يقوم الغواصين بخوض قتال عنيف مع حيوانات الأخطبوط حتى يتمكنوا من التغلب عليها ودفعها إلى سطح المياه لإخراجها إلى الشاطئ، ولكن تم منعها منذ سنوات للحفاظ على هذا الكائن. في كوريا الجنوبية يعد طبق الأخطبوط الحي من أشهر وأغلى الأطباق، ويتم أكله حي بالفعل. من المحرم في بعض الدول إجراء جراحة للأخطبوط من دون تخدير، وذلك لذكائه الشديد. يعتبر الأخطبوط ذو الحلقة الزرقاء من أخطر الكائنات البحرية وأكثرها سمية على الأرض، إذ يمكنه قتلك بعضة واحدة فقط ولا يوجد لسمه مصل مضاد. وجدت أسرة أمريكية كانت تقضي إجازتها في أحد الشواطئ عام 2013 أخطبوطاً ب6 أطراف فقط، وكان الثاني من نوعه، ولكنهم للأسف لم يعرضوه للبحث بل قاموا بأكله. الأخطبوط حيوان نظيف ويعمل على تزيين منزله بالأصداف والقشريات، وبعد الانتهاء من وجبة طعامه يقوم بإصدار دوامات في الماء لدفع القاذورات بعيداً عن منزله. الأخطبوط لديه دم أزرق، ويرجع ذلك إلى أن المكون الأساسي لدماء الأخطبوط هو عنصر النحاس بخلاف دمائنا التي تتكون من الحديد. من الطريف أن التكاثر بين ذكر الأخطبوط وأنثاه يجري عن بعد، أي من دون اتصال بين جسديهما، حيث يمد الذكر أحد مجساته الطويلة ويدخله في تجويف بالأنثى يؤدي إلى المبايض، وهناك يفرغ الذكر جرعات من حيواناته المنوية. يمكن للأخطبوط أن يغير لونه وشكله لمجارات محيطه في أقل من ثانية، ويمكنه تغيير لونه 177 مرة في الساعة، حيث تغطي جلده ملايين الخلايا الملونة التي تخضع لسيطرة النظام العصبي، ويطلق على هذه الخلايا تعبير كروماتوفور. بدون وجود هيكل عظمي داخلي أو خارجي للأخطبوط، فإنه بكل بساطة وبراعة يمكنه أن يخرج من أي أزمة قد تواجهه، كما أن تكوين جسم الأخطبوط الخالي من العظم يجعله قادراً على الانضغاط والاختباء داخل الأماكن الضيقة للغاية. ينمو الأخطبوط ليصل إلى أحجام عملاقة، وقد وصل حجمه في السواحل الأسترالية إلى 18 متراً، أي ما يعادل بناءً ب6 طوابق، في حين أنه توجد أنواع من الأخطبوط غاية في الصغر لا يتجاوز حجمها حجم عملة معدنية مثل أخطبوط كاليفورنيا القزمي، كما ثبت علمياً أن خلايا الأخطبوط قابلة للتجديد، مما يعطيه القدرة على إعادة بناء جسمه بالكامل مرة أخرى.
معظم الأخاطب لديها أكثر من 200 ممص للشفط والالتصاق بأي شيء، كما تستخدم أيضاً كحاسة للشم. يتميز الأخطبوط بسرعة السباحة في المياه، وهو يستعمل 2 فقط من أطرافه للحركة، وباقي الأطراف يستخدمها للأكل، وذلك حسب الدراسات الحديثة. الأخطبوط حيوان أصم لا يسمع الأصوات، ولكنه يمتلك عينان قويتان تبصران بشكل رائع. الأخطبوط كائن قصير العمر، فنادراً ما يعيش لفترة أطول من 5 سنوات. الأخطبوط يأكل أطرافه إذا شعر بالجوع الشديد أو عندما يقع في أسر الصياد، حيث أنه يصاب بحالة هستيرية شديدة تجعله يلتهم أذرعه التي تنمو مجدداً في وقت لاحق. في بعض الأحيان تقوم أنثى الأخطبوط بقتل الذكر وأكله بدلاً من التزاوج. الأخطبوطات العملاقة يمكنها قتل أسماك القرش بكل سهولة وافتراسها. الأخطبوط المقلد هو نوع غريب من الأخاطب، لديه قدرة على تقليد عدد غير محدود من المخلوقات البحرية الأخرى في الشكل واللون والحركة. الأخطبوط بول هو أخطبوط شهير للغاية، وقد اشتهر بتوقعه لنتائج مباريات منتخب ألمانيا لكرة القدم في كأس العالم، وقد مات عام 2010 بعد أن لقي اهتماماً إعلامياً كبيراً على المستوى العالمي نظراً لتوقعه الصحيح للفائز في مباريات كرة القدم، خصوصاً التي يكون منتخب ألمانيا لكرة القدم طرفاً فيها.